ممكن افهم في ايه؟ مفيش حاجة حضرتك. تقدر تقول لي بتقرب من بنت كده ليه؟ بس كنت بحاول ابقى كويس معاها. كفايه اللبش اللي ما بيني وبين مروان. انت مالكش دعوه ببنتي يا حيوان. اتفاقي معاك تبقى عالي وتركيزك يبقى مع الاهم بس. اللي حصل ده ما يتكررش. اما يا ويلك هتشوف اللي ما يجيش على خيالك. بابي في ايه؟ مفيش حاجه يا لينا. أو بابا بس متضايق عشان ضربت مروان جامد حبة، بس أنا اتهورت بصراحة زيادة عن اللزوم. أيوة بوبي، بس أنت ما ينفعش ترمي اللوم كله على علي. مروان كمان كان مستفز جدا امبارح. بس هو الكبير كان لازم يحتوي أخوه يلم الموضوع، مش يضربه ويتخانقوا زي البلطجية. تفتكر إلهام دلوقتي لو عرفت إن ولادها مسكوا في بعض واتخانقوا خناقة شوارع هيجرى لها إيه؟ هي ماما عصابة تتحمل كده؟ في إيه؟ انتوا عايزاها تنتكس تاني؟ فكروا فيها طيب. واكيد يا بابي محدش هيقول لها. طبعا محدش هيقول لها، بس انا كنت عايز مروان يرجع من نفسه. بس بعد اللي حصل ده اكيد مش هيرجع، واكيد كلنا مش هنتلم تاني دلوقتي. انا اسف يا بابا، انا هروح له احاول اقنعه يرجع تاني. وانا هروح معاه. ما ارتعبوش نفسكم، الهام رايحاله دلوقتي، بس يا رب بقى هو ما يقولهاش. يا ربي، انا هبعت له مسج اقوله لما يشوفها ما يحكي لهاش حاجه. انزل. طب انت عايز مني ايه؟ طب بس قول لي. من غير ولا كلمه. والله العظيم ما عملت حاجه. اطلع. هات. ايه ده؟ انتوا جايبيني هنا ليه؟ اهدى، ما تخافش، اهدى. بس للأسف ما لقيناش أي طريقة تانية نقابلك فيها نتكلم معاك من غير ما حد يلاحظ غير الطريقة دي. بس يمكن فريد بس زود في الإجراءات الأمنية شوية، بس ما تزعلش. لا يا فريد ما ينفعش، فك إيده طبعا. أنا عارف إن أنت خايف وهتستغرب الكلام اللي هقوله لك دلوقتي. اقعد اقعد، ما تخافش. من
من 20 سنة. ابني الصغير علي اتخطف. وعيلتي كلها اتدمرت. أكتر حد اتدمر فيها كانت إلهام مراتي. فضلت عايشة طول السنين دي على أمل إن هو راجع وإنه لسه عايش. الأمل ده بقى هو اللي خلاها مستمرة في الحياة لحد دلوقتي. بس خلاص ما بقتش قادر أشوفها بتعاني. لازم أعمل لها أي حاجة تخليها سعيدة وتعوضها عن كل اللي شافته. تمام إن شاء الله هو هيرجع وهتتعوض وكل حاجة، بس أنا إيه علاقتي بكل الكلام ده؟ أنا مش فاهم حاجة. احنا اخترناك عشان تظهر لأسرة راجي بيه على انك علي. طب واشمعنى انا؟ لان انت تقريبا في نفس سن علي ابن راجي بيه، كمان فيك شبه كبير قوي منه. انا مش عارف انت بتسأل اسئلة كتير قوي ليه، اعتبره شغل وجاي لك يساعدك على المعيشة وعلى ظروفك الصعبة اللي احنا عارفينها كويس. انا عارف انك مستغرب اللي بيحصل ومقدر وفاهم الحيرة دي، بس أنا عايزك تاخدها من زاوية إنه شغل بمقابل مادة كبير ما كنتش تحلم بيه أساسا، أو هيساعدك تحقق كل اللي أنت عايزه. يا باشا الحكاية مش حكاية فلوس، الموضوع صعب ومش أي حد ممكن يعمله، ودي مش سكتي. فأنا معلش بقى، أنا آسف يعني، أنا مش هينفع أعمل كده. أمسك. إيه ده؟ عشان لو موافقتش الورق اللي في ايدك ده هياخده فاعل خير ويبعته للبوليس وهتتحبس بقية عمرك. لا يا باشا انا ما عملتش حاجة من التهم اللي متلفقة لي في الورق دي. اقعد اثبت يا ابني. البلد اللي احنا فيها دي ماشية بالورق مش بالكلام. كلامك قصاد الورق اللي في ايدك ده، تفتكر مين هيكسب؟ ورق؟ طب يعني، طب انا هكسب ايه يا باشا قدام اللي انا عامله ده يعني؟ مبلغ قدامه 5 اصفار هيغير حياتك وحياة اسرتك كلها. طبعا ما اقصدش ابوك، ان انا عارف ان توفيق ما يلزمكش اساسا. انا اقصد اخوك الصغير كريم. قلت ايه؟ صباح الخير. صباح الفل. لينا وراجي بيه مستنيينك على السفرة عشان تفطر معاهم. طيب اسبقيني بس وانا هاجي وراك على طول. ايه ده ايه ده؟ تعال تعال. ايه اللي شلفت وشك كده؟ ده البلطجي اللي بتقول عليه اخويا. ايه؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ نسي نفسه. فاكر نفسه باشا وجاي يسهر في الاماكن اللي انا بسهر فيها، بس وحياة امي ما هسيبه الا لما اخد حقي. مروان، العصبية والخناق مش هيجيبوا نتيجة ولا وراهم فايدة. طيب خليني معاك. لو انت شاكك انه مش اخوك، يبقى مش مفروض تسيبه قاعد في البيت مع والدتك ومع اختك لوحدهم. المفروض تكون قاعد معاهم، على الأقل تراقبه، تعرف إذا كان أخوك ولا مش أخوك. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا حبيبتي. إيه ده؟ إيه اللي عمل فيك كده؟ وريني. في ايه يا بابا؟ ايه اللي حصل؟ انا عارف شباب اليومين دول اللي ايديهم سابقه عقلهم. انا هروح اعمل لك القهوه بتاعتك. لا لا ما تتعبش نفسك. ما فيش تعب ولا حاجه.
طب على الاقل قولي ايه اللي حصل. اتخانقت مع مين يا حبيبي؟ يا مروان رد عليا. هو انت مخصمني؟ انا عملت حاجه تضايقك يا حبيبي؟ عشان خاطري، عشان خاطري رايحه قلبي، ما تعملش فيا اكتر من كده. والله يا مروان انا مش حاسه بطعم الدنيا وانت مش في حضني. حبيبي عشان خاطري ارجع البيت واحنا نصلح اي حاجه انت عايزها، هعمل لك كل اللي انت عايزه. ماما هو لو لازم تختاري ما بيني وما بينه هتختاري مين؟ هو في حاجه كده؟ ايه السؤال ده يا مروان؟ انت بتخيرني ما بين عيني اليمين وعيني الشمال؟ يا حبيبي ما ينفعش، انتوا الاثنين ولادي. هو انا عشان ابقى معاك لازم اتحرم من ابني التاني؟ حلو الإجابة الدبلوماسية دي. حلو. عموما أنا كده كده عارف الإجابة، عشان كده قررت أريحك من الاختيار وأبعد. يا ابني يا ابني أنت ليه حاطط علي في دماغك؟ ليه مصمم تحرمني من واحد فيكم؟ هو مش كفاية إن أنا اتحرمت من ضناي 20 سنة؟ مش كفاية العذاب اللي أنا شفته اللي محدش شافه؟ العذاب ده أنت السبب فيه. أنت اللي ما قبلتيش فكرة إن علي راح ومش هيرجع تاني، وفضلت انك تفضلي بعيده معظم الوقت. كان التعامل معايا انا ولينا كان عبء عليكي، او اوبشن بتتعاملي معايا انا بيه على حسب حالتك النفسيه. انت كويسه ومودك تمام؟ اوكي. مش كويسه بتسيبينا الفايزه. وما انا عمري ما شفتك بتبصي لي بصه الحب اللي كنت بتبصيها لعلي لما جه. عمري ما شفتك خايفة عليا زي ما كنت خايفة عليه لما ساب البيت ومشي. عرفتي بقى أنا سبت البيت ومشيت ليه؟ أنا معترف إن أنا قصرت معاك أنت ولينا، ما بنكرش. بس والله يا مروان، والله ده كان غصب عني. والله يا حبيبي أنا حاولت أعيش معاكوا حياة طبيعية، حاولت. بس أنا كنت بموت كل يوم في العشرين سنة اللي فات وأنا مش عارفة ابني جراله إيه، ولا عايش ولا ميت. بس خلاص خلاص يا حبيبي، أوعدك إن أنا هعوضكوا عن كل حاجة أنت ولينا وعلي. بعد إيه؟ اسمع كلام والدتك وروح معاها. عيب عايزها تتحايل عليك اكتر من كده ولا ايه؟ مش هقدر دلوقتي يا جدو، انا محتاج شويه وقت. ايه ده؟ بتشربي سجاير؟ اه يا علي ساعات، بس بابي مام ما يعرفوش، مش بيحبوني اشرب سجاير، فباجي هنا عشان ابقى براحتي. وانا كمان بما اني اخوك الكبير بقول لك ما تشربيش سجاير. ايه ده ايه ده، انت هتزيط ولا ايه؟ احنا قد بعض اصلا. بجد بخاف عليكي. ساعه ما شفتك قبل ما حتى اعرف انك اختي، وانا شايفك جميله ورقيقه ونضيفه، وانا مش عايز اي حاجه تعكر النظافه دي حتى لو كانت سجارة. عارف يا علي، انا كتير كنت باجي اقعد هنا وافضل باصه للسما بدعي دعوه واحده عمري ما غيرتها وعمري ما اتمنيت غيرها. كنت بتمنى انك ترجع تاني. طب دلوقتي بعد ما رجعت تتمني ايه؟ اتمنى ان مروان كمان يرجع وتتصالحوا ونعيش بقى مع بعض، كفايه مشاكل بجد. ايه يا اولاد؟ قاعدين بتعملوا ايه عندكم؟ كنا بنتكلم على مروان يا بابي. طيب تصبحوا على خير بقى. وانت من اهله. تصبحوا على خير.
طبعا تلاقي باباك اندلعه فعجبال قاعده هناك هيرجع ليه بقى؟ والله ابدا يا راجل، بابا عايزه يرجع بس مش عايز يضغط عليه. انا بس كان نفسي مروان يدي نفسه فرصه انه يعرف اخوه يقرب منه. انا مش فاهمه الولد ده دماغه ناشفه كده ليه. انا بفكر في طريقه كده في دماغي تخليه يرجع. بجد؟ ايه هي؟ ما تشغليش بالك، انت ايه بتفرجي على ايه كده مركزه قوي؟ ابدا بفكر اجيب لعلي عربيه. عربيه ليه؟ علي مش محتاج عربيه خالص، السواقين موجودين والبيت فيه كذا عربيه محدش بيستخدمه، ولينا على طول بتيجي معاه الشركه، وانت مشاورك قليله يعني. انا مش عايزاه يحس انه اقل من اخواته. خد الامور ببساطه يا لان، هنعمل له كل حاجه بس واحده واحده. طب انا عايزك تتكلم معاه عشان يبات في اوضته، مش معقول هيفضل قاعد في الاكستنشن كانه ضيف. انت اللي مستعجله يا الهام، انا شايف ان احنا نسيبه على راحته، هو لما يحس انه عايز يعمل الخطوه دي هينقل. لا برضو احنا لازم نساعده ياخد علينا، وعايزاه تيجي منك انت عشان يحس ان احنا كلنا عايزينه في وسطينا. حاضر نام بقى. بس انا مش عايزه انام دلوقتي. حصل حاجة يا أروى ولا إيه؟ مروان ما بيردش عليا ومش عايز يكلمني، واتخانق معايا وبهدلني عشان السبب في خناقته مع علي، عشان كنت عارفة إن هو اللي هناك. ممكن تكلميه تقولي لنا أنا ماليش دعوة بأي حاجة وإن أنت اللي قلتي لي إن أنا اللي أعمل كده؟ حاضر. مش بيرد. ممكن ما تقلقيش، انا اول ما اعرف اوصل له واروح هكلمك واطمنك على طول وهقول له كل حاجه. I promise. يلا انا هروح بقى. استني ما تزعليش مني، بس هو بصراحه مروان عنده حق، علي ده غريب قوي. ازاي يعني؟ يعني طريقه كلامه واسلوبه مش شبهكو. عادي ان هو ما يبقاش شبهنا، ولا اتربى زينا ولا ظروفه كانت زي ظروفنا، بس اكيد بعد كده هيتعود وهيبقى احسن مننا كمان. يمكن. رحيم. ايه مالك اتفزعت كده ليه؟ صحتك خشيت فجأة وانا ما كنتش عارف. بيتي ادخل في اي وقت واي مكان، انا استأذنك ولا ايه؟ ما اقصدش والله يا راجل. ايه المهم، لو الهام طلبت منك تنقل في اوضه في البيت توافقش؟ ليه؟ زي ما بقول لك كده، انا عايزك تبقى قريب من الهام بس مش لازق فيها ولا فينا. حاضر. فهمني طبعا. حضرتك تأمر بيه. والله تعبت يا عم زيد، مفيش عياده ولا مستشفى ولا دكتور الا ورحت له بابويا، وكل مره اقعد اقول خلاص هيخف الاقي المرض رجع انا احمل اول. ربنا يكون في عونك يا رامز. عندنا في امبابه في دكتور مشهور قوي الناس كلها بتتكلم عنه. النهارده وانا مروح اعدى عليه احجز لك عنده، يمكن يكون في ايده الشفاء. انت كويس يا عم سيد؟ اللي جنبي بيشك عليا قوي، بين لها كده الكليه مش عارف. راجل بيه. ايوه يا رامز. عم سيد شكله تعبان جدا، انا ممكن اخد مكانه. يا سيد مالك؟ مفيش، سعادتك جنبي شاهد عليا شويه بس. طب روح انت، خد اجازه لحد ما تبقى كويس. ربنا يخليك يا سعاده الباشا. لازم تروح تشوف دكتور، ولو احتجت اي حاجه تانية اكتر كلمني. شكرا يا سيلينا. طب قول لي بقى، اشمعنى يا الام؟ عادي يعني، جامعه كويسه وكل اصحابي فيها تقريبا. هي بتبقى كده، الواحد بيدور على اصحابه في الاخر. طب موضوع الموتوسيكلات ده انت غاويه من زمان؟ جدا. برافو عليك. وبعدين شكلك سويق جامد. يعني مش قوي هو بيقولوا. انت عارف انا كان نفسي من زمان جدا اني اتعلم موتوسيكلات.
بس اهلي ما كانوش موافقين، كانوا بيخافوا عليا. انا كمان اهلي كانوا بيخافوا عليا وما كانوش موافقين على الموضوع ده في الاول، بس انا اجبرتهم على كده. خلي بالك في سويق موتوسيكلات كتير قوي في الخمسين، فانت ممكن تلحق نفسك وتعمل لنفسك فيه. فعلا؟ اه. طب دي حاجه حلوه خالص جدا. طب بقول لك ايه، انا هعتمد عليك في الموضوع ده. اعلمك يعني؟ ماشي، طالما بتحب الموتوسيكلات هتعلم بسرعه جدا. استاذ مروان الموتوسيكل جاهز، اتفضل على الخزنه. ماشي. الحساب كله مع بعض؟ لا بص، انا هدفع دول وانت هتدفع الحاجات دي. في ايه يا عم انت؟ تمام والله تمام. العملية مرفوضة. لا ازاي؟ طب ممكن تجرب تاني؟ اوكي. ممكن ابقى يزور مش عارف. تحصل. مرفوضة برضه يا فندم. تحب تدفع كاش؟ لا انا مش معايا كاش كافي. على فكرة ممكن ادفع انا وبعد كده اتحاسب. لا 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 ثانية ثانية واحدة. معلش. الو صباح النور. مروان راجل رفاعي اخره 13 بالظبط كده باسم بابا. لو سمحت انا عندي مشكله ان الكريدت كارد بحاول اسحب بيه فلوس بيديني ديكلاين. قفلوا؟ طيب ماشي ميرسي. ممكن تسحب من دي. في ايه يا عم انت؟ ما انا هحاسب وبعد كده هنتحاسب احنا. وبعدين احنا هنتقابل كتير، انت مش هتعلمني. اوعى تكون ناوي تكت. لا مش كت. مش عارف اقول لك ايه. يا عم ما تقولش حاجه، تعالى بس. اشكرك. ميرسي. دي اقل حاجة ممكن اعملها ردا على اللي انت بتعمله ده. سيبني البيت. لا وكمان ايه؟ طب ما تقولش على التليفون طول الوقت. وانا وماما واختك بنتحايل عليك عشان ترجع ومفيش فايدة. يبقى خلاص؟ اتعامل بقى على ان مالكش اهل. يعني انت بتلوي دراعي عشان ارجع بالعافية. طب انا مش راجع طول ما النصاب ده قاعد في البيت. انت ليه مصر ان هو نصاب؟ ده اخوك. نعمل ايه تاني عشان تصدق؟ مش هصدق. مش هصدق غير نفسي وبس. طب يا ده مروان وقعد ونتكلم بالعقل. انا ممكن اقول رايي بصراحه؟ الراجل اللي انت بتعمله مع مروان ده غلط، وبالطريقه دي حقيقي هتخسره. انت اكتر حد عارف قد ايه مروان عندي، والطريقه دي عمرها ما هتجيب معاه نتيجه. من فضلك يا راجل شغل الكريدت كارد بتاعه وسيبه لحد ما يهدى شويه، وهو كده كده هيرجع. هيروح فين يعني؟ انا ما بقتش عارف اتعامل معاه خالص. من صغره هو متعب كده، حتى لما كبر مشاكله بتزيد. معلش. على الاقل انت مطمن عليه انه عند جده. مش بدل ما يسيبه يمشي وتبقوا لقيته علي وبعد الشر فقدته مروان؟ بتفكر في ايه؟ ايه ده؟ احنا قلنا بلاش كده في الشركه، حد يخش علينا. انا اسفه يا راجل، انا بقالي كتير قوي ما بشوفكش. معلش يا حبيبتي، شايف الظروف اللي بمر بيها. معلش. بس ما تقلقيش، اول ما الدنيا تروق كده هاخدك ونسافر. بجد؟ عثمان منير البدري قعد في السجن 15 سنة على ذمة قضايا نصب وشيكات بدون رصيد، وخرج من السجن تقريبا من 5 سنين، بس من ساعتها محدش عارف له أي عنوان. يعني إيه يا سامح؟ اختفى؟
ملوش زوجة، أولاد، قرايب من أي نوع نسألهم عليه ونعرف هو فين؟ ما أعرفش لسه يا كمال باشا، بس الموضوع محتاج بحث. بس اسمح لي يا كمال باشا، أنت ليه مصمم تعرف قوي مكانه كده؟ مع إن حتى لو ثبت إنه ليه علاقة بخطف علي، القضية هتسقط بالتقاضي. تقدر تقول يا سامح إن الموضوع تحول بينه وبين ولتار شخصي. الراجل ده عايش عمي وعيلته 20 سنة بجحيم، ولازم نوصل له. ها وانت يا علي ناوي تعمل ايه؟ اظن مش معقول هتقعد في البيت كده. لا ما انا بنزل مع ماما المشتل. لا يا راجل مشتل ايه؟ انا عايز اخدك معايا الشركة، اوري لك جدك تعب وشيء قد ايه لحد ما عمل اللي انت هتشوفه. صحيح البركة في باباك هو اللي ماسك كل حاجة دلوقتي، لكن سنة الحياة يا ابني هيقوم من الايام وهيعجز وانت اللي هتقعد مكانه. ما تكبرنيش قوي كده يا عم، لسه بدري على الكلام ده يعني. اه بس هيحصل هيحصل، ما انا كنت صغير وكبرت وانت اللي مسكت مكاني، مش كده ولا ايه؟ لحد ما يجي اليوم ده بقى، انا عايز علي يبتدي من الصفر، يبتدي شغلانه كده من الاول، ياخدها خطوه خطوه لحد ما يحب الشغل، عشان يوم ما يمسك الشركه يستاهل يبقى رئيسها. يا جماعة ما تسيبوه براحته، خليه هو يقرر هو عايز يعمل ايه في حياته. اه وانا عارفك يا الهام، اذا كان عليكي هتمسكي فيه ومش هتسيبيه ابدا. حقي يا بابا حقي، انا لسه ما شبعتش منه. وبعدين يا عمي موضوع رجوع علي مش منتشر في الشركة، قليلين قوي اللي عارفين. فعلا احنا حتى ما قلناش لاصحابنا، عشان كده انا عندي فكرة حلوة قوي، احنا نعمل حفلة ونعزم فيها كل موظفين الشركة واصحابنا وقرايبنا. والله أنا مشفق على الضغوط اللي هيتعرض لها علي، مش كده ولا إيه يا علي؟ كده بابا، وبابا معاه حق على فكرة، أنا محتاج شوية وقت بس لحد ما أعرف أتعامل مع الناس. خلاص يا ابني زي ما تحب. مروان مروان يا حبيبي وحشتني. وانت كمان. ازيك يا مروه؟ انا قررت اديك وادي لنفسي فرصة يا حبيبي. يا مروان انت مش متخيل اللي انت بتعمله ده كبير عندنا قد ايه. انا طبعا مبسوط انك رجعت، بس وحشني قوي قعدتك معايا. والله انا اللي هتوحشني قعدتي معاك يا جد. لا 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 لا، وحياة مامتك لو ما جيتش كل يوم تصب عليا هملص لك ودان. هقول لك اهو. اقعد اقعد يا حبايبي اقعد اقعد. على فكره انا شغلت لك الفيزا. اه ما انا عرفت. انا اسف ان انا صحيتك، انا مش لاقي الموبايل بتاعي. مشفتيهوش؟ وات الموبايل بتاعي؟ مشفتيهوش؟